هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله، الحمد لله، حمد الطيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الساعة من برنامج الإسلام والحياة، والذي يأتيكم على تمام الساعة 5:05 بتوقيت طرابلس على قناة طناس الفضائية، وكذلك يمكن متابعتنا على صفحة الفيسبوك وعلى إذاعة التناصح المسموعة إن شاء الله تعالى. وقبل أن نبدأ مع حضراتكم، نذكر بأرقام الهواتف والتي تأتيكم تباعا أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى، وهي كالتالي 021-33-47-401، ورقم الثاني 021-33-47-402، والرقم الأخير 021-33-47-403. كما يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الفايبر إن شاء الله تعالى. ننتظر إن شاء الله اتصالاتكم، وبإذن الله سبحانه وتعالى بعد مضي 25 دقيقة أو نصف ساعة من بداية البرنامج نرحب معا بصاحب الفضيلة الشيخ سامي ابن مصطفى السعدي حفظه الله تعالى. شيخنا حياك الله، مرحبا بكم. اهلا وسهلا شيخ عبد الباسط، حياكم الله وحيا الله المشاهدين والمتابعين. اسال الله يحفظكم شيخ، متعك الله بالصحه والعافيه شيخنا، بارك الله فيكم. شيخنا، ما زلنا في قوله تعالى، يعني بقي في شيء المثل في القرآن آخر سورة الحج، قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. شيخنا بارك الله فيكم، هل في شيء مازال فات قبل أن ندخل في المثل الآخر إن شاء الله تعالى في سورة النور؟ تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد، أفضل خلق الله تبارك وتعالى، شرح الله له صدره ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، مدحه ربه سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين. أما بعد، نعم شيخ عبد الباسط، تكلمنا في آخر مرة عن قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، وذكرنا كثيرا من معاني هذا المثل العظيم، وقلنا إن هذا مثل جدير بالاحتفاء والاهتمام وإلقاء السمع وإحضار القلب، لأن الله سبحانه وتعالى مهد له بقوله ضرب مثل فاستمعوا له. الله سبحانه وتعالى نادى الناس جميعا أن يستمعوا لهذا المثل، وهذا يدل على أنه مثل هاد إلى صراط الله المستقيم، مثل ينور الله سبحانه وتعالى به القلوب والعقول، وذكرنا كثيرا من معانيه. وبقي شيء يعني يتعلق بقوله تعالى في الآية الثانية بعد ذكر هذا المثل، وهو قوله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وهذا له تعلق أيضا بما ذكر في السورة، لأن هذه السورة ذكرت
استكبار الكفار والمشركين وإعراضهم عن الذكر والنور والهدى والوحي الذي جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم، واستكبروا عن سماعه، بل أرادوا أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبطشوا به ويفتكوا به، كما قال الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. هذا في الآيات التي هي قبيل المثل بآيات معدودات، وهذا يدل على استكبارهم وإعراضهم. فبين الله سبحانه وتعالى بهذا المثل وهذه الآية الثانية بعد المثل، بين لهم حقيقة صغارهم وذلتهم وعجزهم وضعفهم أمام قدرة الله سبحانه وتعالى الذي تحداهم بأبسط وأضعف وأهون وأذل مخلوقاته، وهو الذباب الذي إذا أخذ منهم شيئا أو من معبوداتهم شيئا لا يستطيعون أن يستردوه منه. فكيف يستكبرون على الله الخالق القوي العزيز؟ إن السبب في ذلك أنهم ما قدروا الله حق قدره، ما عظموه حق تعظيمه. وهذا يذكرنا بقول نوح عليه السلام لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وهذه مشكلة الإنسان، الإنسان عندما يغتني ويكسب ويشعر بالقوة ويشعر بالسلطان ويشعر بأنه قادر على أموره، مالك لزمام أمره، فإنه ينسى خالقه بل ويستكبر عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة ياسين، وقد ذكرنا هذا المثل في المرة الماضية، في عن هذا الإنسان الجحود الكفور المستكبر: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ولهذا يتحدى الله سبحانه وتعالى هؤلاء المستكبرين بأضعف مخلوقاته وأبسطهم، ثم يبين عجزهم ويبين أن السبب في هذا استكبارهم أنهم لم يقدروا الله حق قدره، ما عظموه حق تعظيمه، ما عرفوه حق معرفته. وهذه الجملة القرآنية جاءت في القرآن 3 مرات: ما قدر الله حق قدره، جاءت في هذا الموطن في سورة الحج، وجاءت أيضا في سورة الأنعام عندما قال الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الذين ينكرون الرسالة، ينكرون عقيدة الرسالة، وينكرون أن الله سبحانه وتعالى يبعث رسلا إلى البشر لهدايتهم، إلى الإنس والجن لهدايتهم، هؤلاء لم يعرفوا الله حق معرفته. وإن إنكار الرسالة طعن في كمال الرب سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى من صفاته الحكمة ومن أسمائه الحكيم، والحكيم لا يخلق هذا الخلق الواسع الكبير المتعدد المتنوع ثم يتركه سدى وهملا بدون نظام وبدون تكاليف وبدون حدود وأوامر ونواهي وضوابط تنظم حياة الإنسان وترتقي بها وتجعل حياة البشر مختلفة عن حياة الحيوانات. إن الذي يعتقد أن الله خلق هذا الخلق ثم تركهم سدى وهملا لم يؤمن بصفة الحكمة لله سبحانه وتعالى، ولم يؤمن بأن الله هو الملك. الملك لابد أن يأمر وينهى، لابد أن يضع النظم والقوانين والضوابط والمبادئ والأخلاقيات حتى يرتقي بحياة هذا الإنسان وهذا البشر. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، الملك لابد أن ينظم شؤون مملوكيه ومعبوديه الذين يملكوا أمره. فهذا موضع آخر لهذه الجملة. وأيضا في سورة الزمر قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. في هذه الحياة الدنيا
حجاب المادة والجحود والنكران والكفر يجعل الإنسان يظن أنه مالك أمره ولا يوقن بأنه سيقف بين يدي الله دليلا صاغرا عاجزا عندما تتهاوى تلك الممالك وتظهر كل الأمور على حقيقتها وتنكشف حقيقة هذا الإنسان. كم من ملك وكم من سلطان وكم من جبار استكبر وعلى في الأرض وأفسد فيها وظلم العباد سيأتي يوم القيامة وقد أيقن، ولكن لا ينفعه يقينه في ذلك الموقف، أيقن أن المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى نفسه في سورة الفاتحة فقال مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، يعني الله سبحانه وتعالى ملك يوم الدين وملك الدنيا أيضا، ولكن ملكه للدنيا يخفى على كثير من الجاهلين والكفار والذين انطمست بصائرهم فحرموا من نور الهدى ونور الوحي، ولكن يوم القيامة يستوي الجميع في معرفة الحقيقة، ولكن لا ينفع عندها معرفة الحقيقة بعد فوات الأوان. يوقن الجميع أن الله هو المالك في ذلك اليوم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول أيضا في سورة غافر لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك لله في ذلك اليوم واليوم أيضا، ولكن الحقيقة تكون منكشفة انكشافا كاملا لكل الناس مؤمنهم وكافرهم. ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم مرة كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطب وذكر كيف يقبض الله سبحانه وتعالى السماء يوم القيامة، يقبض السماوات بيمينه ويقبض الأراضين بشماله ثم يهزها ويقول أنا الملك أين الجبارون والمتكبرون. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما فرجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا لا يخرن به، يعني حتى خشينا أن يسقط المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض المعاني التي تتعلق بقوله تعالى ما قدر الله حق قدره. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية العظيمة بقوله إن الله لقوي عزيز. الله القوي العزيز، والقوة معروف يعني معناها ولا تحتاج إلى كثير بيان، ولكن نحتاج إلى أن نقف مع اسم الله سبحانه وتعالى العزيزة العزة لله سبحانه وتعالى، تحمل معنيين، تحمل معنى الغلبة والقوة والسلطان والظهور. العزيز هو الغالب الذي لا يغلبه شيء، وأيضا فيها معنى نفي الشبيه والمثيل والنظير، عندما يقول تقول العرب هذا الشيء عز نظيره أو عز مثيله، يعني لا يوجد له نظير ولا مثيل. وهكذا الله سبحانه وتعالى متفرد بذاته وأسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. روى نذكر هنا حديثا عظيما أيضا. نعم شيخ. تفضل. نعم درنت أنا. نذكر هنا حديثا عظيما رواه الحاكم وغيره من حديث سلمان الفارسي يتعلق بعظمة الله سبحانه وتعالى، وأن المخلوقين على اختلاف أصنافهم لم يعرفوا الله حق معرفته من الملائكة فمن دونهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، يعني لوسعها يعني، فتقول الملائكة يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ويوضع الصراط مثل حد الموسى، يعني مثل حد الشفرة أو السكين. فتقول الملائكة من تجيز على هذا؟ يعني من يا ربي من تيسر له الجواز والمرور على هذا الصراط؟ فيقول من شئت من خلقي. فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحان الله، الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، الملائكة الذين لا يتوقفون عن العبادة والتسبيح والطاعة
ولا يعصون الله ما أمرهم، وما من موضع أربع أصابع في السماوات إلا وفيه ملك ساجد أو راكع لله تبارك وتعالى، ومع هذا يقولون ما عبدناك حق عبادتك. فكيف بنا نحن بني البشر، بني آدم والإنسان الجحود الظلوم الجهول الظالم لنفسه، كيف يكون حاله مع الله سبحانه وتعالى وعظمته وعبادته؟ فنحن أولى بأن نقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أيضا روى المروزي محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة حديثا طويلا عن طول عبادة الملائكة ركوعا وسجودا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل فقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يقول ابن كثير عن هذا الحديث إسناده لا بأس به. فهذه بعض المعاني التي يسر الله سبحانه وتعالى ذكرها فيما يتعلق بالمثل السابق الذي تكلمنا عنه، والآية التي تلته وهو قوله تعالى: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، وتكررت كما قلنا هذه الجملة 3 مرات في القرآن. نتكلم إذا لم يكن هناك شيخنا أي تعقيب على المثل الأول، ننتقل إلى المثل الآخر. تفضل شيخ. طيب شيخنا، نأخذ بعض الاتصالات ثم نعود إن شاء الله إذا كان في إمكانية الاتصالات. نعم، هل في اتصالات الآن يعني؟ ثم إن شاء الله شيخنا ندخل إلى المثل الآخر إن شاء الله. نعم، لا يوجد الآن. طيب إذن 10 دقائق نأخذ الاتصالات أو ربع ساعة إن شاء الله. شيخنا بارك الله فيكم، المثل الآخر وهو قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم يمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. شيخنا، ذكرت عدة ألفاظ هنا، مثلا النور، المشكاة، المصباح، الزجاجة، الكوكب الدري، الشجر المبارك، الزيتونة، كذلك يكاد زيتها يضيء. فشيخنا نريد إضاءات حول هذا المثل المبارك بارك الله فيه، تفضل شيخنا. نعم، هذا مثل عظيم، ولا أظن أننا بعيدون عن الصواب عندما نقول إن هذا من أعظم الأمثال التي ذكرت في القرآن، كيف لا، وهو يبين جانبا من عظمة الرب سبحانه وتعالى. وكالعادة نتلمس العلاقة بين هذه الآية وهذا المثل وما قبلها وما بعدها في السياق القرآني. لقد ذكر الله سبحانه وتعالى النور، وهذه الآية كما تفضلتم ذكرت النور والإضاءة والمصباح والزيت المضيء، يعني ونور على نور. الإنسان وهو يقرأ هذه الآية كأنه يعني يعيش في وسط الأنوار، أنوار الهداية وأنوار التدبير وأنوار لا يقدر قدرها ولا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. فذكر الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية قوله عز وجل: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، أو مبينات على القراءتين، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، الله نور السماوات والأرض. فيعني هذا له تعلق بالمثل، لأن من معاني النور في هذه الآية هو الهداية كما يقول الطبري وغيره، يعني الله، وكما ذكر ذلك عن بعض السلف من الصحابة فمن بعدهم، أن معنى النور هو الهادي أو المنور بالهداية على اختلاف أنواع هذه الهداية. فهذا له تعلق ويعني مناسبة لما ذكر في الآية التي قبل هذا المثل، وهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل الآيات المبينات. المبينات هي مبينات بينها الله سبحانه وتعالى ووضحها، فصلها وأحكمها وضرب فيها الأمثال وبين فيها العبر والمواعظ بشتى أنواع البيان، فهي مبينة من قبل الله تعالى، وهي مبينة
مبينة أيضا للناس، مبينة سبل الهدى، يعني مبينات اسم مفعول، الله بيّن هذه الآيات، وهي مبينات للخلق، مبينات سبل الهدى والاستقامة والرشاد وبيان الحق من الباطل والهدى من الضلال والإيمان من الكفران، فهي مبينة ومبينة في الوقت ذاته. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى إنزاله لهذه الآيات المبينات المبينات ناسب أن يضرب هذا المثل في الآية التي بعدها. وأما تعلق المثل بالآية التي بعده فهو أيضا واضح كما ذكر أهل العلم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذا المثل وهذا النور، وكل مؤمن مشتاق إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وراغب في الاستنارة بنور الحق تبارك وتعالى لابد أن يتساءل: أين أجد هذا النور؟ أين مظان هذا النور؟ أين أذهب لأتلقى هذا النور؟ فقال الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعد هذا المثل مبينا موطنا من أعظم المواطن وأجلها مما يكون مضنة لوجود النور ومصدرا من مصادر هذا النور لمن أراد، وهو بيوت الله تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل بعد هذه الآية، آية المثل، مثل النور، قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، الآية التي بعدها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الصورة المظلمة والمعتمة المقابلة للكفار والذين أظلمت قلوبهم وبصائرهم وعقولهم من هذا النور، فقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ثم قال في الآية التي بعدها: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. سبحان الله، في آية النور قال تعالى: نور على نور، وفي آية المثل والتشبيه الذي ذكره في حق الكفار قال: ظلمات بعضها فوق بعض. فطريق النور واضح لمن أراده، وطريق الظلام واضح لمن اختار لنفسه طريق الظلام والعياذ بالله. نرجع إلى هذه الآية، آية النور، قال الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. وهذا أيضا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي رواه الجماعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، إلى آخر الدعاء المعروف. قال الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. ما معنى كون الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض؟ قالوا كما ذكرنا شيخنا، يعني شيخنا ممكن نتوقف قليلا شيخنا، أقاطعك قليلا، آسف جدا جدا على المقاطعة، لأن فيه اتصالين الآن، طلبنا اتصالات والآن جاءت الاتصالات، أعتذر حتى لا نتأخر على الناس، ثم نعود المثل إن شاء الله، حفظكم الله شيخنا، وأعتذر مرة أخرى على هذه المقاطعة. نعم، ريما من طرابلس، تفضل يا محمد من طرابلس، تفضل يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظكم يا خالد. يا أهلا وسهلا، تفضل يا أخي محمد. الله يبارك فيكم يا سيدي. يا شيخ عبد الباسط لو سمحت، يا شيخ عبد الباسط تفضل يا سيدي. مرحبا. النظام المجرم الفاسد المصري بعد شد وجذب ليبيا الى الوراء لمده سنوات طوال وتدمير ليبيا وقتل شباب فجر ليبيا، هل يعقل ان نتناسى اشياء هذه؟ وماذا نقول يا شيخ عبد الظافر؟ يا ريت تستهني وضح لنا. هذا النظام المجرم بدون محاسبة يأتي بمسؤوليه إلى طرابلس ويقول: نريد رد العلاقات، يا أيها المجرم ف
يا ريت تعلق الشيخ عبد البرص انت والشيخ سامي الله يرحمه والديكم. طيب يا سيدي حاضر حاضر تسمع كلام ان شاء الله من الشيخ سامي، ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم شيخنا، اذا ناخذ الشيخ سامي ثم بعد ذلك ان شاء الله يتم الشيخ سامي ناخذ اتصالات. نعم شيخنا تفضل. اذا الله نور السماوات والارض، تفضل شيخنا. نعم، فمن معاني كوني سبحانه وتعالى نور السماوات والارض انه مدبر السماوات والارض، كما ذكر ذلك الطبري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا مروي عن ابن عباس، وكما ذكرنا مرارا وتكرارا ويجب ألا نفتأ عن تكرار هذه الحقيقة وهذا المبدأ المهم في تفسير القرآن وتدبره، وهو أن تفسيرات السلف كثيرا ما تكون أمثلة على المعنى العام الشامل في النص القرآني. يعني عندما يقول ابن عباس الله نور السماوات والأرض أي مدبرهما، لا يعني هذا نفي أن الله أن نور السماوات والأرض معناها هادي أهل السماوات والأرض، لا يتعارض هذا، هذا مثل ومفردة من مفردات المعنى العام، وتلك مفردة أخرى من مفردات المعنى العام، وهذا من بلاغة القرآن، لأن البلاغة من مظاهر البلاغة هي أن اللفظ أو أن الجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة تحمل معاني كثيرة، وليست بالضرورة أن تكون هذه المعاني متضادة ومتناقضة ومتعارضة. ما دام اللفظ العربي، ما دام البيان العربي واللغة العربية تحتملها، تحتمل هذه المعاني، فمعناه من معانيها أنه مدبر السماوات والأرض، ومن معانيها أن تبقى على ظاهرها كما على المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، بدون أن ندخل في تفصيلات كيفيته، أننا لا ندرك ذلك بعقولنا، وهو كما قال أبو العالية وروي هذا أيضا عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن نور السماوات والأرض معناها نور وضياء، هكذا يعني، بدون أن ندخل في تفصيل تفسيراتها وتفصيل كيفيتها. نعم. وأما قوله سبحانه وتعالى مثل نوره أي مثل نور الله سبحانه وتعالى، أو مثل نور المؤمن، هل الضمير هنا في قول نوره الهاء هذه في آخر الكلمة، هذا الضمير هل يعود إلى الباري سبحانه وتعالى، إلى الله سبحانه وتعالى، قال بذلك بعض السلف، أو يعود إلى المؤمن، فيكون معنى الآية إما مثل نور الله سبحانه وتعالى كمشكات فيها مصباح، أو يكون معناه مثل نور المؤمن كمشكات فيها مصباح، وأيضا لا تعارض بين هذا وذاك، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي من نوره لعباده المؤمنين، ينور قلوبهم بنور اليقين والإيمان، وينور عقولهم بنور المعارف، فتتخلص قلوبهم من ربقة الشرك والعبودية لغير الله تبارك وتعالى، وتتخلص عقولهم بنور الله تبارك وتعالى من الخرافة والوهم والجهل والخوف، فلا تعارض بين هذين المعنيين. وإذا قلنا إن مثلا قوله مثل نوري أي مثل نور الله، فما هو نور الله هنا؟ قال بعضهم نور الله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم نور، وقد فسر بعضهم قوله تعالى في سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أي جاءكم رسول هو نور، وجاء أيضا مع هذا الرسول جاء كتاب مبين وهو القرآن، وبعضهم يفسرها بأن من باب عطف الصفات لموصوف واحد، أي قد جاءكم من الله وحي يوصف بأنه نور وهو هذا الكتاب المبين. فمثل نوره أي مثل نور الله على هذا التفسير، أي مثل النبي صلى الله عليه وسلم كمشكات، وهذا القول مروي عن سعيد بن جبير وعن كعب الأحبار أيضا. والمشكات هي الكوة في الجدار،
يعني وهي هذه نجدها حتى في البيوت القديمة، حتى عندنا في بلادنا نجد أن كثيرا من البيوت القديمة أو المساجد القديمة نجد فيها تجويفا في بعض الجدر، ليس مفتوحا على الخارج، ليس كالنافذة، يعني المشكات غير النافذة. النافذة هي اسم فاعل من نفذ ينفذ، يعني مفتوحة على الخارج، هذه النافذة. لكن الكوة لا، الكوة تجويف مغلق، يعني يستعمل مثل الرف، مثل الخزانة لوضع الأشياء. وكثيرا ما يوضع المصباح الذي يضيء الغرفة أو يضيء المسجد أو يضيء المكان في هذه المشكات، وتكون هذه المشكات بتجويفها جامعة ومقوية لهذا النور. يعني المصباح إذا وضع في فضاء قد يتفرق نوره ويضعف، لكن عندما يوضع في هذه المشكات، في هذا التجويف، في هذا الجدار، فإنه يتركز ويتجمع ويكون أكثر إضاءة. فنور الله سبحانه وتعالى كما قلنا إما هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإما هو الوحي والهدى والآيات الربانية، إما الآيات المقروءة في القرآن الكريم أو الآيات المبثوثة في هذا الكون. وكما قلنا إن من معاني النور هنا الهداية، وأن الله هادي أهل السماوات والأرض. الهداية أنواع كثيرة ولها تقسيمات باعتبارات مختلفة. فالآيات، إما الآيات سواء كانت الآيات الكونية التي نراها بأعيننا في خلق الله، في السماوات، في الأرض، في الجبال، في الشجر، في الدواب، في أنواع الحيوانات والنباتات، وهداية الله سبحانه وتعالى لكل هذه المخلوقات. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كيف يهدي الله سبحانه وتعالى سائر هذه الكائنات إلى رزقها، إلى حماية نفسها من الأخطار، إلى القيام على أولادها بالرعاية والحفظ والطعام والشراب وغير ذلك؟ كيف يهدي الطيور في هجرتها من قارة إلى قارة تقطع آلاف الأميال؟ كيف يهدي الله سبحانه وتعالى الأسماك عندما تهاجر من المواطن الباردة إلى المواطن الدافئة؟ الأسماك المولودة حديثاً ترجع إلى مواطنها، أي كيف عرفت مواطنها ولم ترها، وهي تنتقل من محيط إلى محيط ومن قارة إلى قارة؟ إنها هداية الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقة. كيف يهدي الله سبحانه وتعالى الأم في معظم الدواب والكائنات؟ كيف تحمي ولدها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إن الدابة لترفع يعني حافرها عن ولدها خشية أن تطأه. كيف الطير، كيف أنثى الطير تطعم أولادها، وكيف تحنو عليهم، وكيف تحميهم، وكيف تبني لهم الوكنات أو الأعشاش؟ هذا كله يعني مظاهر قليلة ومحدودة نراها بأعيننا، وخلق الله أعظم من ذلك وأوسع. هذا نوع من أنواع الهداية، وهي آيات مبثوثة في هذا الكون. من الهداية أيضا، أو من الآيات أيضا، هذه الآيات المتلوة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لهداية الخلق، لبيان الحق من الباطل، لبيان الهدى من الضلال، لبيان الغي من الرشاد. كيف يهتدي الإنسان بمفرده للحق من الباطل؟ قد يهتدي إلى جمل من المسائل، أمور مجملة، أمور عامة، لكن تفصيلاتها وطرقها وكيفياتها، الإنسان قد يهتدي بعقله إلى وجود الله تبارك وتعالى، إلى وحدانيته، إلى أنه يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. لكن كيف نعبده؟ كيف نتقرب إليه؟ يعني نحن بين أيدينا شيخ عبد الباسط، بين أيدينا يعني دستور ونظام كامل ونعمة، وأي نعمة من الله سبحانه وتعالى. عندما نقرأ قصة الحنفاء قبل الإسلام،
قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كزيد بن عمرو بن نفيل والد الصحابي الجليل المبشر بالجنة سعيد بن زيد. والده زيد بن عمرو بن نفيل يعني كان يؤمن بالله ووحدانيته وأن هذه الأصنام والمعبودات الأخرى كلها باطلة، لكنه لا يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. يجلس ويسند ظهره إلى الكعبة ويقول أنا على دين إبراهيم. وماذا بقي لهم من دين إبراهيم بعد التحريف والتزوير وإدخال الشرك في الحج وفي بيت الله الحرام الذي تركه الذي بناه إبراهيم على التوحيد؟ أفسدوا هذا التوحيد وشوهوه بالخرافات والبدع والشرك، فكاد أن ينمحي دين إبراهيم إلا القليل منه. فبعث الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الهدى وبهذا الوحي وبهذا النور، وهذا هو الشاهد الآن في كلامنا. فهذه الآيات سواء كانت المقروءة أو كانت المنظورة في الكون، هذه لون من ألوان النور الذي نور الله سبحانه وتعالى به خلقه وبين لهم الحق من الباطل. هناك أنواع أخرى أعظم وأرفع وأرقى وأخص من الهدايات، وهي ما يختص به الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، وهذا هو الفضل عدل الله سبحانه وتعالى أنه يبين لجميع خلقه مؤمنهم وكافرهم عربيهم وعجميهم شرقيهم وغربيهم، يبين لهم الحق من الباطل ويضرب لهم الأمثال ويفصل لهم الآيات ويقيم عليهم الحجج. ثم يختص الله سبحانه وتعالى بعض عباده بشيء من الفضل، يغرس في قلوب بعض عباده الهداية الخاصة، يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، ويرشدهم يجعلهم من الراشدين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات. هذا لون من ألوان الهداية، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى يختص به من يشاء من عباده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. أيضا شيخنا بارك الله فيك، لعلنا شيخنا نأخذ بعض الاتصالات ثم نعود، حفظكم الله تعالى. أعتذر المقاطعة شيخنا. نعم ريما، هل ما زالت موجودة الأخت ريما من طرابلس؟ تفضلي يا ريما، ونعتذر على التأخير. تفضلي يا أختي. هاي إيه عمر من العربان، تفضل يا عمر. هاي السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أكيد الدعاء منا ومنكم والنصر من الله القوي العزيز. الله لا عندنا سؤال يا شيخ الله يرحم والديك. تفضل يا عمر. اللي بين يقولوا نحن على السلف الصالح، على منهج أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار، لكن مش في كل النصوص أو في كل السنن، لأن أبو بكر وعمر وأبو طلحة أعطوا في اللي يعطى كل ماله وفي اللي يعطى نص ماله، ممكن في الصلاة في اللبس، ممكن في الزكاة في الصيام في لكن الأمور اللي تنفع المسلمين تو في بحلب ورقيبة قالوا زوج سوين يباتوا قدام الجامع. بأين اللي عايزين على منهج السلف الصالح يعطوا عرف مالهم يديروا لهم دويرات يسكنوهم؟ إذا عندما تقول أنا على منهج السلف أبو بكر أعطى نص ماله كله وعمر نص ماله رضي الله عنهم مبشرين بالجنة. نبو تعليق من الشيخ بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب سيدي شكرا بارك الله فيك. نعم الأخ عبد الحكيم من طرابلس هل مازال موجود؟ والأخ سالم تفضل يا أخي عبد الحكيم. السلام عليكم شيخ عبد الحكيم. وعليكم السلام طلع. أهلا عبد الحكيم. نهنيك ونهني الشيخ الدكتور سامي السعدي وكل أحرار ليبيا والعالم أجمع بعيد الاستقلال وبتخرج دفعة أخي باسط من مكافحة الإرهاب على المجرمين والظالمين وحفتر هادم الظالمين، ونحيي الشعب التركي ورئيس أردوغان على رأسهم، ونحيي دائما الناس المخلصة لدينها وطنها وأرضها، ونحيي فضيلة الدكتور الشيخ صادق الغرياني ربي يحفظه ويطول بعمره. الأحرار دائما يذكرون، لا يشكر الناس لا يشكر الله. شاء
الشيخ عبد الباسط كما تحدثت في الحلقه الطيبه انا شايف سياره وشفت شخص قلت له ما نعرفش السيارات لكن هو المصحف ما زلتنا شنو السياره حلفت بانها سياره 100% وطلعت السياره غير صحيح وغشني فيها وقلت له ما نغش انا فيه ثمنه فنبي تعقيب عليها بالله الشيخ عبد الباسط الشخص هذا وبارك الله فيكم وطول الله في عمركم عاش سيدي حر عاديه وصلي معلش سؤالك معلش يا عبد الله يا شيخ عبد الحاج تفضل تفضل عبد الحكيم خذيت سيارة قلت لك فجبت المصحف ايوه ايه قلت لك هذا المصحف ماذا لا سيارة 100% قلت له ما غش انا فليس منا قال لي فليس منا وطلعت السيارة غير صحيح معناها غشني فيها وقاعد اراك هاي السيارة فنبي من فضيلة الشيخ ثاني أن يعاقب بيت إنه هو يرجع لتاليات في الرحمة وإنه هو يرجع السيارة وبارك الله فيكم وعاش كيف يا حرة طيب حاضر والسلام عليكم طيب. أخوي عبد الله بارك الله فيك أسامة وعليكم السلام أخي أسامة من طرابلس تفضل أسامة الحمد لله وبركاته حياك الله شيخ عبد الله وحيا الله شيخ ثاني ربي يحفظكم وبارك الله في علمكم ورحمكم إن شاء الله حياك الله يا مرحبا اخي اسامه يا مرحبا بك وحيا الله المستمعين والمشاهدين قناصح مشاهدين الخير والبركه ان شاء الله الله يبارك فيك شيخ عبد الله بالله من باب التذكير الله يحفظكم من باب التذكير لنخل المستمعين وخاصه من الناس اللي قاعدين متشبثين بالاشخاص قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير امه اخرجت للناس يعني خيار اللي حصلناه على سائر الامم ان احنا نهي عن المعروف وننهى عن المنكر فيا ريت من الشيخ سامي توضيح بسيط لبعض من الناس ونذكروا انفسنا ونذكروا بها اخوتنا اللي قاعدين لتو تشبتوا الاشخاص والعشره كانت بروبه يا جماعه قلنا لهم امر بالمعروف وننهى عن المنكر حتشوفوا شنو الخيار اللي بيد الله حيصيركم من نعيم ومن خيرات ومن باب النحو نذكروا الشيخ باسط بارك الله فيكم وبارك الله في القناه الطيبه ونفع الله بكم ان شاء الله يا شيخ احمد منور يا أسامة منور يا أسامة بارك الله فيك الله ينور قلبك أخي بالإيمان نعم أخي علي من مصراتة آخر اتصال إن شاء الله علي من مصراتة آخر اتصال نعم ألو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام أم علي تفضل نعم يا شيخ أنا عندي سؤال تفضل بنسألك أنا عندي عمي ميت يوم 24 من محرم نبي نعرف أنا الموافق يوم 11/9 نبي نعرف أنا أنت تقلع على عدة مرت عمي متى باي طيب طيب يا سيدي أي بارك الله فيك شكرا جزيلا شيخنا هو مازال 10 دقائق يعني أسئلة هي يعني جزاك الله خير الأخ محمد بن طرابلس شيخنا ينكر وجود الوفد المصري قال نريد تعليق من الشيخ الموجود الآن في طرابلس قال بعد أن قتل الليبيين فجر ليبيا ويساند حفتر ويقتل الليبيين بالسلاح وبال يعني الوقوف مع حفتر بكل ما يملك يعني فكيف الشيخ ممكن يتواصل الحكومة مع 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 مصر ومع السيسي وغيره يعني والله هو الحقيقة مشكلتنا في أغلب هذه المسائل هي يعني إما عدم المعرفة أو عدم قوة الإرادة إذا سلمت المعرفة والإرادة أو سلم العلم والعمل كما يقال فالأمور الأخرى تكون هينة يعني الآن من يبرر مثل هذه التواصلات يقول لك نحن نريد أن نستميل مصر ونخرجها من معسكر الأعداء إلى معسكر الأصدقاء أو معسكر المحايدين على الأقل هذا لو كان له يعني له مؤيدات ومحددات واضحة مطمئنة تجعلنا نطمئن ممكن نقول خلاص مش مشكلة خلي السياسيين يجتهدوا بين قوسين ويحيدوا من استطاعوا من الأعداء ولكن هل هذا النوع من العدو وهذه الطريقة من التواصلات يعني تحقق هذه المصالح وتبعد عنا شرور الاختراقات وشرور التجسس وشرور محاولة استمالة بعض الأطراف من صف حكومة الوفاق هذا هو الذي يجعلنا نتخوف ولكن نحن عندما
نتخوف ونبدي تخوفنا وننتقد مثل هذه الأمور، هذا من حقنا كليبيين، من حقنا أن نطمئن ماذا حققت هذه الزيارة، كما قلنا في زيارة وزير الداخلية لفرنسا. يعني نحن لسنا ضد فلان أو علان أو بيننا وبينه خصومة شخصية، نحن نخاف على بلادنا ككل ليبي وطني يخاف على بلاده. من حقنا أن نخاف على بلادنا من فرنسا المجرمة، ومن حقنا أن نخاف على بلادنا من السيسي المجرم ومخابراته وأدرعه، لأن إجرامهم في حق ليبيا ليس قليلا. فهذا الذي يعني يمكن أن يقال في هذا المقام. بعض الناس يناقشوننا ويقررون بدهيات ومسلمات في مسألة المصالح والمفاسد ومقاصد الشرع، هذا كله نحن نعرفه ولا ننكره، لكن هل هو متحقق في هذه الواقعة أم لا؟ أم نحن نكتفي كمشايخ أو كمتابعين أو كحتى غيرنا من النشطاء المتابعين والوطنيين والثوار، نكتفي أن نقول هذا أمر يعني يرجع إلى المصالح والمفاسد ونسلمه بالكامل لوزارة الداخلية أو نسلمه بالكامل لوزارة الخارجية؟ هل هذا التصرف صحيح في وضع مثل الوضع الليبي؟ أنا لا أعتقد أنه صحيح. من حقي بل من واجب كل غيور على البلد وكل متابع للشأن العام، سواء كان شيخا عالما أو كان سياسيا أو كان نشطا أو كان في مؤسسات المجتمع المدني أو كان من شرائح الثوار والمقاتلين، من حق هؤلاء أن يسألوا، ومن واجب المسؤول أن يبين. سبحان الله، بلدان الغرب كل لقاء مثل هذا يخرج الوزير في مؤتمر صحفي أو المبعوث ويبين كل شيء على الطاولة، ليس هناك شيء مخفي إلا بعض الأمور الفنية الخاصة مثلا بجوانب أمنية، هذه لا نطالب بنشرها ومن الخطأ أن تنشر، لكن لا بد من حق الناس على المسؤول أن يستفسروا ويستفصلوا حتى يطمئنوا في وضع مثل ما يعني نحن لدغنا مرارا في ليبيا من هذا الطرف أو من ذاك الطرف، ورأينا الغدر ورأينا الانقلاب على البلد وعلى الثورة وعلى مؤسسات الدولة من أطراف زعموا أنهم معك. فمن حق من حقنا نحن ومن حق الشعب الليبي أن يسأل وأن يتشكك في هؤلاء الأعداء وأن يطالب مسؤوليه بالبيان وبالتوضيح حتى تطمئن القلوب ويعني ويذهب هذا التشويش وهذا التخوف، وإلا فإن السيسي مجرم من أكابر المجرمين في منطقتنا العربية والإسلامية، وليس له عهد ولا ميثاق، والإجرام الذي ارتكبوه في حق ليبيا واضح لا يحتاج إلى يعني والتدخل السلبي في حق في الشأن الليبي وفي ونصرة الطرف الظالم المعتدي، هذا أمر يعني لا يخفى على أحد. وفرنسا من قبل السيسي أيضا نفس ما يقال عن حكومة السيسي يقال عن الحكومة الفرنسية. طيب شيخنا الأخ عبد الحكيم يقول اشتريت سيارة من شخص ويعني أخذت عليه العهد والميثاق أنه لا يغشني، وقلت ما غشنا فليس منا ووافقه في ذلك، لكن مع ذلك لما اشتريت سيارة وكذا لقاها يعني يبدو أنها تعبانة والآن قالك واقفة، يا شيخنا شنو حكم هالبيعة هذه؟ والله طبعا هذا موضوع يعني قضية خاصة يعني لا نستطيع أن نحكم فيها، لأننا لسنا الآن في موطن القضاء أو التحكيم ولم نطلع على حجج الطرف الآخر، ولكن نستطيع أن نضع مبادئ عامة ننصح بها الطرفين بل كل من يسمعنا في البيوع والعقود، هذه عقود البيوع وما شابهها من الإيجارات والمشاركات والمضاربات وغيرها. أولاً، لا يوجد خلاف في أن الإنسان إذا باع سلعة وهو يعلم أن بها عيبا فكتمه أنه آثم، وأن من حق المشتري إذا ثبت أن البيع كان قبل الشراء موجودا وكان البائع يعلمه لا خلاف في أنه ارتكب إثما بهذا الكتمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هو حتى لو لم يأخذ عليه عهدا وميثاقا فإنه ملزم
أصلا بالوفاء وبالصدق وبالبيان، فما بالك إذا أخذ عليه عهدا؟ إذا كنت أيها البائع الآن، وأنت إن كنت تسمع أو يصلك هذا الكلام، إن كنت تعلم أن في هذه السيارة هذا العيب قبل أن تبيعها، فإنك غاش لأخيك المسلم، مرتكب لكبيرة، ومن حق المشتري أن يرد عليك السلعة وترد له الثمن. إذا لم تكن تعلم أو يعني بعت السيارة كما يقول الفقهاء على البراءة، يعني هناك بيع في الفقه يسمى البيع على البراءة، يعني ووجدناه حتى في البلدان الغربية، حتى بالإنجليزية يقولون يعني sold as seen، يعني يباع كما هو. البائع يبيع لك هذا، خاصة في الأشياء المستعملة، يقول لك أنا أبيع لك هذه السيارة أنا يعني كما هي، أنت تحقق منها، أنا لا أدري، ربما يكون فيها عيب وربما لا يكون. إن لم يكن يعلم بهذا العيب فهذا يسمى البيع على البراءة. بالنسبة لعلمائنا المالكية يجوزون هذا البيع في الحيوانات، إذا بعت شاة، نعجة، بقرة، ناقة، وأنت لا تعرف أن فيها عيبا أو مرضا ما أو عيبا من العيوب، وقلت للمشتري أنا بريء من عيوبها، إن ظهر فيها عيب فأنا بريء منه، أنا لا أدري، وأنت تتحمل المسؤولية، فإن قبلت جاز ذلك عند علمائنا في الحيوانات. وبعض العلماء يعممه، يعني وقد ورد أثر عن عثمان أنه حكم بصحة هذا البيع على البراءة في بيع في الحيوان، يعني فأما في غير الحيوان. طيب شيخنا، طيب شيخنا جزاكم الله خير. شيخنا إذا كان في سلعته عيب أن يبينه، نعم، كما كان فيكم السلف من الصحابة، نعم، والتابعين، نعم، يفعلون، نعم، ذلك. طيب، وهذا من النصح، جزاكم الله خير شيخنا. المسلمين لابد أن يبين الإنسان ما يعلمه من عروض بارك الله فيكم يبيعها، والله تعالى أعلم. شكرا شيخنا، جزاكم الله خير شيخنا، نسأل الله العظيم يمتعك بالصحة والعافية، وأن يبارك فيك، وأن ينفع بك الله، أن ينفع بك الله أمة الإسلام جميعا والعالمين، حفظكم الله تعالى. الإخوة والأخوات، ختاما جئنا لنهاية اللقاء، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. نسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.